دونك سوف نحاول تقديم الدرس التيار الكهربائي المصطلح، وسوف نبدا بالتذكير بشده التيار الكهربائي، وبعد ذلك نمر للتوتر الكهربائي. اولا شده التيار الكهربائي كما تعرفتم عليها بانها هي جهاز قابل للقياس، او مقدار فيزيائي مقدار فيزيائي قابل للقياس، لديه رمز ووحده وجهاز القياس، وجهاز قياس حتى هو لديه رمز اصطلاح. اولا رمز شده التيار الكهربائي نرمز لها بالحرف اللاتيني اي، او اي ماجيسكول، وحدتها هي امبير، نكتب ا، دونك نكتب ا وتقرا امبير. جهاز قياس نقيس شده التيار الكهربائي بجهاز الامبير. جهاز الامبير هذا جهاز لديه رمز اصطلاحي شانه شان مجموعه من الاجهزه الكهربائيه، دونك رمزه الاصطلاحي بسيط جدا، مرسوم دائره نضع بداخلها الحرف ا، ثم بما ان تلاقي القبض نضيف له مربطين، المربط الموجب والمربط السائل. السؤال الذي يطرح نفسه الان هو كيف ندرج هذا الجهاز الذي هو الامبير في داره كهربائيه؟ لدينا هنا داره كهربائيه بسيطه متكونه من بطاريه وقاطع التيار ومصباح، دونك سوف نضيف جهاز قياس التيار الكهربائي الذي هو الامبير متر، لكن الشرط يجب ان نركبه على التوالي، يجب ان نركبه على التوالي في الداره الكهربائيه. اذا يمكن ان نضيفه مثلا هنا، دونك ارسم دائره بداخلها ا، ولكن الشرط الوحيد للتركيب الامبير متر في الداره يجب ان احترم ان المربط الموجب يجب ان يتصل مباشره مع القطب الموجب للبطاريه، دونك لدينا هنا القطب الموجب يجب ان يرتبط مع المربط الموجب، اذا انه موجب، لدينا هنا القطب السالب يرتبط مع المربط السالب. دونك الجهاز تقريبا الجهاز الذي نعتمد قمت برسمه هنا هو هذا، الجهاز هذا يتكون مجموعه من الامور، لدينا مربطين موجب والسالب، لدينا مجموعه من العبارات، لدينا الدي سي و ا سي، دائما لقياس التوتر شدة التيار الكهربائي نختار دي سي، لأن الدي سي هي التي تشير إلى التيار الكهربائي المصطلح. بعد ذلك لدينا أيضا مجموعة من القيم التي تمثل العيار، دائما نختار في البداية أكبر عيار، وبعد ذلك نغير العيارات حتى نستقر على عيار مناسب لقياس شدة التيار الكهربائي. وهنا أيضا لدينا مجموعة من القيم تمثل الميناء، القيم تمثل مجموعة، ولدينا هنا الحرف أ التي تمثل الجهاز الأمبير متر، يعني هذا نميز به جهاز الأمبير متر لأن لدينا جهاز آخر، دونك نميزه بين الأمبير متر والجهاز الآخر ب أ. دونك نفترض مثلا إذا قمنا بتركيب هذا الجهاز في دارة كهربائية على التوالي، لا يقيس شدة التيار الكهربائي بشكل مباشر، دونك يمكن أن نطبق العلاقة التالية، شدة التيار الكهربائي تساوي قيمة العيار، يعني العيار الذي قمت باختياره من إحدى العيارات الآتية، دونك مقسوم على عدد تدريجات الميناء، نقسمه على عدد تدريجات الميناء، والحاصل نضربه في عدد تدريجات الإبرة، دونك لدينا هنا الإبرة تنحرف لتستقر عند أحد التدريجات، مثلا لدينا نفترض بأن استعملنا قيمة عيار 300 ملي أمبير، سوف نطبق هذا التمرين 300 ملي أمبير، دونك تدريجات الميناء يعني آخر تدريجة يشير إليها الميناء هي 300، دونك تدريجات الميناء تختلف من جهاز إلى آخر، يعني أقرأ آخر قيمة في الجهاز، في هذه الحالة لدينا 300، وعدد تدريجات الإبرة عند تركيب هذا الجهاز على التوالي في الدارة الكهربائية بطبيعة الحال الإبرة سوف تنحرف، نفترض مثلا أن الإبرة استقرت عند القيمة 19، دونك هل يمكن دونك 19 لا تمثل شدة التيار الكهربائي، بل يجب تطبيق العلاقة التالية من أجل قياس شدة التيار، دونك نقول بأن إي التي هي رمز شدة التيار الكهربائي تساوي قيمة عيار نرمز لها بالسي مقسومة على عدد تدريجات ميناء نرمز له بحن زيرو مضروبة في عدد التدريجات التي تشير إليها الإبرة نرمز لها بآن، دونك تطبيق عدد، دونك إي تساوي قيمة عيار في الحالة هو 300 ملي أمبير كما جاء في التمرين، دونك 300 ملي أمبير مقسومة على عدد تدريجات الميناء، باقي تدريجات الميناء هي 30، دونك عدد تدريجات الإبرة هو 19 لأن الإبرة تشير إلى 19، دونك سوف أقوم بحساب هذا 30 إلى أعلى 30 سوف أختزل بصفر، طبعا
بسيطة جدا، 10 ضارب 19 تساوي 190، دونك إي تساوي 190 ملي أمبير. دونك ملي أمبير كي أحول من الملي أمبير إلى الأمبير، دونك اتفقنا على أنه يتم التقسيم على 1000، يعني أرجع الفاصلة بثلاث أمتار إلى الضرب، دونك قيمة تساوي 0.19 أمبير. دونك هذا فيما يخص شدة التيار الكهربائي، تعرفنا على الرمز والوحدة رمزها إي وحدتها أ، جهاز القياس هو الأمبير، وركبها على التوالي ونطبق هذه القاعدة لحساب شدة التيار الكهربائي. دونك ثانيا لدينا هذه التجربة، دونك لدي درجتين كهربائيتين، الحالة الأولى والحالة الثانية. دونك الفرق بين هاتين الدارتين الكهربائيتين هو أن البطارية الأولى تحمل الرقم 4.5 فولت، والحالة الثانية تحمل 1.5 فولت. دونك نلاحظ بأن المصباح الأول في الحالة الأولى أكثر إضاءة من المصباح الثاني، الإضاءة الأولى أحسن من الإضاءة في الحالة الثانية. هذا راجع بطبيعة الحال إلى هذا الرقم 4.5 في أكبر من 1.5 في، هذه القيمة تمثل التوتر بين مربطي البطارية. دونك التوتر الكهربائي هو مقدار فيزيائي قابل للقياس، مقدار فيزيائي قابل للقياس، بما أنه قابل للقياس إذن هو أيضا لديه وحدة ولديه رمز ولديه جهاز القياس. دونك رمزه هو إي ماجيسكويل، وحدته هي الوحدة ديال التوتر الكهربائي، دونك هنا نكتب إي ماجيسكويل، الوحدة هي في ونقرأه فولت، نكتب في ونقرأه فولت، جهاز القياس هو دائما دائرة نكتب في داخلها في، عكس الأمبير متر التي هي دائرة ونكتب في داخلها أ. إذا هنا لدينا جهاز هو الفولت متر، جهاز يسمى الفولت متر، الفولت متر نكتب في، ولديه أيضا مربطين، مربط الموجب والمربط السالب، ولكن هناك بطبيعة الحال لنركبه في دارة كهربائية يجب أن نركبه على التوازي، على التوازي عكس الأمبيرمتر الذي يركب على التوالي. مثلا لقياس التوتر بين مربطي المصباح في هذه الحالة يجب أن نركبه على التوازي بين مربطي المصباح. دونك سأضيف الفولت متر على التوازي، دائرة داخل ديال الفي، لدينا هنا قطب الموجب، إذا ستبع قطب الموجب لأضع المربط الموجب، وهنا ستبع القطب السالب لأضع المربط السالب. إذا لقياس التوتر الكهربائي نستعمل جهاز مثل يسمى الفولت متر، مثل أن التيار الكهربائي نستعمل جهاز يسمى أمبير، في الحالة سنستعمل الفولت متر. قمت برسم جهاز الفولت متر دونك على هذا الشكل، إذا لاحظتم أنه مشبه جهاز الفولت متر. دونك لدينا هنا دي سي و ار سي، نختار دائما دي سي، لدينا هنا العيار كما رأينا في المثال السابق، ولدينا أيضا مجموعة من القيم تمثل الميناء. ولكن الفرق بينه وبين جهاز اخر هو ان لدينا هنا حرف في الذي يدل على ان الجهاز هو فولت متر، اذا نفسه فولت متر والامبير تقريبا متشابهان، لان احدهما به الحرف ا والثاني به الحرف في. اذا سنقوم بتمرين تطبيقي، دونك تمرين تطبيقي لدينا مثلا العيار سنختار 3 فولت لقياس التوتر الكهربائي في دارة كهربائية بعد تركيبه على التوازي بين مربطي المصباح، وتدريجة الميناء يعني آخر تدريجة تساوي 30، وعدد التدريجات التي تشير إليها الإبرة، مثلا في هذه الحالة سنختار أن الجهاز انحرفت الإبرة إلى حدود 20. دونك كيف سوف نطبق هذه العلاقة؟ التوتر يساوي قيمة العيار مقسومة على عدد تدريجات الإبرة وعدد تدريجات الميناء مضروبة في عدد تدريجات الإبرة. دونك إي تساوي سي مقسومة على إن زيرو مضروبة في إن. دونك سوف نطبق سي هي العيار يساوي 3 فولت مقسومة على إن زيرو التي تحدد عدد تدريجات الميناء، عدد تدريجات الميناء هو 3، دونك مضروبة في عدد تدريجات الإبرة اللي هو 20. دونك 3 في 20 سوف نختزل اولا بالصفر، تبقى 3 في 2 مقسومة على 3، 3 على 3 هي نختزل ب 3 يبقى 1، 1 مضروبة في 2 تساوي 2
فولت. دونك قيمة، نقول قيمة التوتر الكهربائي في هذه الآلة إي يساوي 2 فولت، نكتب 2 في، دونك إي يساوي، دونك عفوا إي يساوي 2 في. دونك لمزيد من التمارين أنصحكم بإنجاز التمارين الموجودة في الكتاب المدرسي من أجل تثبيت المفهوم أكثر. شكرا.